في ظل التأخر الكبير الذي شهده الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات الشمسية في الجزائر، ومع ضرورة استغلالها خاصة بعد تذبذب أسعار النفط، يرى مختصون استحداث وزارة خاصة بالانتقال الطاقوي في إطار التعديل الوزاري الذي أقره رئيس الجمهورية مؤخرا إجراء مهما سيساهم حسبهم في خلق ديناميكية في القطاع. الحقيقة يعني لما نقوم باستحداث وزارة في حد ذاتها يعني مستقلة تماما خاصة بالطاقات المتجددة، فهذا بحد ذاته اهتمام بالموضوع، يعني سوف يعطيه في نظري دفعا أكثر أو دفعا أكبر، خاصة ولا ننسى بأن الانتقال الطاقوي والاعتماد على الطاقات المتجددة هو أحد المحاور الكبرى في برنامج الرئيس كما المؤسسات الناشئة وغيرها. ومن أهم المشاريع التي يرى مختصون أنها من أولويات الوزارة الجديدة هي التسريع في اتفاقية التعاون مع القائمين على مبادرة ديزرتك التي أمضتها وزارة الطاقة في أفريل الفارط. لا، هو أهم المشاريع رانا تكلمنا عليها، يعني هو أهم مشروع وأكبر مشروع عملاق هو مشروع ديزرتك اللي مع مثلا يعني ضيعناه في سنوات سابقة خاصة في عهد العصابة، واستبشرنا خيرا لما يعني علم الوزير الطاقة السابق يعني محمد عرقاب أنه سوف تستأنف المفاوضات من جديد ويعني مع الطرف الألماني، لأنه يعني كما أشرنا منذ قليل يعني هو مشروع عملاق يعني قادر يكفي الجزائر وقادر نصدر به إلى دول أخرى. يعرف قطاع الطاقة نوعا من التذبذب خاصة ما تعلق بالنفط التقليدي الذي تعتمد عليه الجزائر كمورد أساسي في اقتصادها، ولذا وحسب متتبعين أصبح من الضروري مواكبة التطور الكبير الذي يعرفه قطاع الطاقات المتجددة من أجل خلق انتقال طاقوي حقيقي.